أحدث ما يتعلق بدويس السنوسي ونحن نسمح بدخول الكتاب. وطلب القذافي نسخة وطلب سيف دكتور سيف نسخة. كيف كانت في مع الحوار مع السجناء؟ أنا عندي شرط واحد في هذا الموضوع، أني ما نخشش على ناس رافضين أن يكون من ضمن لجنة الحوار. الإسلاميين ليس لهم مكان للسجن، هؤلاء الزرادقة ليس لهم مكان للسجن. قال هذم كانوا يحاولوا اغتيال الأخ القائد في الشاطي. واحد قاعد في السجن وواحد مسك الدولة. في حوارات مع عبد الله السنوسي بهذا الخصوص في داخل ليبيا، في مع الدكتور سيف في داخل ليبيا. أنا في الغالب ما يهموناش الأشخاص بقدر ما تم تقييم الفكرة. هذا جزء من التاريخ. هل كانوا على استعداد الجميع لقبول أي نتيجة؟ جيل عبد الحكيم بالحاج دخل في المؤتمر السياسي وعمل حزب الوطن، بالتالي واضح ان في تغير. ليش ما طلعوا انتم حوار ودعم لوجستي ما بين المجلس الرئاسي واتفاق الصخيرات والمعارضين له، ويتم نقاش حول اسس ومبادئ للوصول لمؤتمر وطني جامع وميثاق وطني، ثم بعد ذلك العبور بعد الاتفاق والاستفتاء على الدستور نحو الانتخابات. المفروض انت مدام مع مشروع ديال الغد قمت مع سيف الإسلام ونقش ونبدأ نقتل في شعبي أنا اعتذرت، قلت له هذه بالنسبة لي أنا والله ماني مقتنع بها وصعبة، بس بيت قوسين رفض ما فتش، أنا اعتذرت. تقدر ترفضه؟ مش ما نقدرش نرفض، أنا في النهاية يعني رحم الله إمرا عرف قدر نفسه فوقف دونه.